ازيكم؟ ايه ده دبانة؟ انا قتلتها تقريبا. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدا فيديو النهارده، لو انت اول مره تشوفني وتشوف القناه عموما، انزل دلوقتي حالا دوس سبسكرايب، بيفوتك كتير والله. تلاقي زر صغير كده جنب السبسكرايب، دوس عليها، ده الجرس شغال عشان يجيلك نوتيفيكيشن الفيديوهات اللي جايه. ولو تدوس لايك وكومنت رايق يعني تبقى تاخد قلبي خلاص، يعني خلاص خد قلبي. الفيديو اللي فات اتفقنا لو وصل 5000 لايك هنخلط كل الحاجات دي مع بعض. طبعا انت ما تعرفش ليه احنا جايبين المشروبات دي اصلا، فانت ترجع تشوف الفيديو اللي فات بسرعه بسرعه، فايتك كتير. هو ما وصلش بس لاجل الحب والسلكان هنخلطهم ببعض وننزل الفيديو بدري. تعالى انت بس كده، هقول لك انت على جنب، مش محتاجك دلوقتي. طبعا زي ما اتفقنا الفيديو اللي فات ان انا هخلطهم وادوق واجيب ضيف يا ادوا وهاب. بس انا جات لي فكره يعني شيطانيه شويه. الضيف اللي هيجي مش هقول له ان ده الخليط اللي انا عامله، هقول له ان دي ازازه من الاثنين دول، لان هو كان مشغول جدا لما شاف الاثنين دول عايز يذوق واحده منهم، فانا هشيل اللي فيها واحط الثاني ونشوف بقى ردت فعلها تبقى ايه. اصغر مقلب في تاريخ اليوتيوب. تعالي انت بس كده كده. لا حلو شغال. طبعا انا كان نفسي اجيب شفشه بس انا ما لقيتش غير برطمان وشكله معفن، فاحنا هنشتغل عليه. نبدا بمين؟ ابدا بمين؟ ابدا بمين؟ في ناس بقى تقول لي في حاجات من اللي انت جبتها يعني هي انت ما جبتش ازاز جديده، لان في حاجات انا ما لقيتهاش تاني. يعني الباص دي الحمد لله ان انا ما لقيتهاش تاني، المريندا دي انا ما لقيتهاش تاني برضه، كان في حاجه كمان بس مش فاكرها. اه بتاع ده انا شربتها وجبت منها تاني ماشي. يعني دول الاثنين تقريبا اللي انا ما لقيتش منهم تاني نفس الطعم، فسوري يعني بقى كده. فاحنا هنبدا بايه؟ يعني انت عشان انا اكتر مشروب كرهته في حياتي. ايه ده؟ ده ما عملش فس. استنى ناخد حاجه تاني معاك. هات الستنج دي لان انا ما بحبوش. حاسبولي كده انتوا بس عشان ما اكسركوش كده. هي الستنج مخرومه ولا ايه؟ وصفة اغرب مشروب هتشوفه في حياتك. نفتح الازازة. احلى فس سمعتها النهاردة. برضو انا التيشيرتات بتاعتي باظت من كتر ما انا بقيت بفتح جيب كان الازايز. ده كمية صودا رهيبة يخرب بيت الصودا. طب والله ريحته كويسة، يعني ريحته مش وحشة. كان والمريندا معلش يا قلبي انا اسف والله، يعني انا ما يعني كان نفسي ما اخلطكيش بس الزمن بقى. سدوا رب العباد. بس ناخد بقى واحده واحده لان دول كانوا اعظم اتنين. استني كده انت وحشتيني. لا لسه عايفه زي ما هي. شايف العظمة؟ سامعين العظمة؟ فسس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 س
بص مش عارف هي بنفك كام ولا، بس الغطا بتاع الازازه دي مكتوب عليه عظمه عظمه ازازه عظمه. انت تاخدي قلبي انت. انا ما انا حطيتك قبل كده، انا ما حطيتكيش مش فاكر. ليه 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 خرمت لي التيشيرت؟ التيشيرت اتقطع من البتاع. سيد والله. نجيب معلقه وجايين. بصوا خدوا لكم بصه بس على البتاع ده عشان تاخدوا بصه حلوه. جبنا كوبايه. طب انا مش عارف جبت ايه، بس خلينا نحتاجها اكيد في يوم من الايام. وجبنا معلقه. اهم حاجه وانت بتخلط اي مركبات تاخد بالك انك تبقى لابس حاجه واقيه لعينك، عشان لو فرقع في وشك منها مش مسموح. هو لونه بقى بيبسي قوي. انا تقريبا كنت بشرب ميه نار مش صودا.
الصودا كمية رهيبة جدا. وكده هتبق تاني؟ ياه لا الصودا فظيعة. لا فظيعة لا كمية صودا كتير. Too much for one person. كم بق انا حبيتها. بس هي ميكس بين طعم الصودا لل سوري ميكس بين طعم الكولا على طعم على لا انا مش عارف اتكلم من كتر الصودا دي فضيت. تمام كده بقت فاضيه الحمد لله. نحط بقى دول هنا ونديها لها على اساس ان انا جايب لها بقى جديده. بس مش عارف نحطهم ازاي. الخليط مش عاجبني عايز يتقلب شوية. انا امي هتموتني والله على اللي انا عملته. لا امي هت ايه هتقتلني. ابوك الحاج ده هينفخني. تمام قوي كده تمام كده ده جهزت. انا مش عارف انا باين ولا لا بس ده المكان اللي الكاميرا دايما بتبقى محطوطه فيه وانا مش مشغله. يعني على الستاند مرميه جنب الحيطه متوصله بالشاحن وحتى انا حاطط الشاحن جنبها كده كانها بتشحن عادي عشان ما يبقاش في اي اكشن. طبعا بس الاضاءه هنا هتختلف لان مش عارف اولع البنج لايت. لو ولعت بنج لايت هتبقى مقفوشه قوي. هقعد هنا كده اعمل اي حاجه لحد ما تيجي. هي كان نفسها في دي تجرب طعمها عامل ازاي. فانا ما احنا زي ما احنا شفنا في الاول مليناها من الميكس مش عارف من الميكس اللي احنا عملناه ده وقفلتها كانها مقفوله. يعني بصوا شكلها اصلا مقفول مش باين فيها اي حاجه. حطها وسط الازاز حرك الترابيزه عشان لو قعدت يبقى رد فعل عليا. كل شيء مش عارف في نازلة ولا ايه؟ طيب انجزي عشان بيرنوا عليا. مش هنطلع في مسابقة ذا فويس. انا عايزة موبايلي بدور على موبايلي. موبايلك هنا. لما ننزل؟ ايه ده الله انت خلصت؟ اه خلصت. جبتلك بقى واحدة اللي هي الدبل اكس كفاح اللي كان نفسك فيه. بس بعيدي عن البطفوان. ليه؟ ما ده بقى ايه اللي انا كنت عامل هاتي كده البطفوان بتاعي بعد اذنك اكمله. عملته وخلصت الفيديو؟ انت مش شايفاني؟ هاتي انا استني بس عشان بقعد كده عشان بحب اسمع قوي دي. ايه ده؟ ما عملتهاش. يبقى بايظ. يبقى تتفاني. واللي يخوني يموت معروف. ريحتها حلوة. ما هي فظيعة أصلا. ايه القرف ده؟ ايه؟ بايظة ولا ايه؟ دي طعمها وحش قوي. مش محتاج ما أنا لسه شاتم منه. الله تليفون أنا أول ما أشوف تليفون. طب ما حسيتيش ان هما في حاجة مشتركة ما بينهم؟ تمام؟ مش عايز افاجئك بس هما الاتنين واحد. يعني ما اختلفش اي اختلاف. مش عارف انت عديتي المرتين الاولانيين عادي ودي لا؟ لا دي طعمها فيها حاجة اوحش من دي. الاتنين واحد. شكرا. انا ماشي. بس كده؟ يلا باي 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 ما تجيش تاني. يلا سلام يا جدعان اشوفكم الفيديو الجاي.